مشوار الخير كله بركة وتوفيق وتيسير من الله عز وجل، ومفيش يوم مشيت فيه في مشوار خير إلا وحسيت براحة وسعادة وجبر من الله. عشان كده لازم نسعى كلنا في الخير على قد ما نقدر، لكن صدقوني إحنا اللي محتاجين نعمل الخير. تعال نشوف النهاردة مين هيعيش معانا لحظة من لحظات برنامجنا، لحظة فرح. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلاً حاج أم أحمد، صح؟ أهلاً بيك يا حاج. إزيك عامل إيه؟ إزيك يا حاج عامل إيه؟ يسلمك. ربنا يطمن عليك يا رب. الله يخليك. طمنين وحاج بألف صحة وسلامة يا حاج. ربنا يخليك يا رب. تسلم يا رب. ربنا يبارك لنا فيك. طمنين عليك يا حاج. إيه والله عندي نزيف على عيني، عايزة نعمل إشعة ونعمل عملية فيها. اللي أنا طالباه وجوزها عنده مفصل. ألف سلامة. كل ما نكشفه عليه الله يسلم يقولوا إيه عنده مفصل، عايز مفصل. مفصل رحت الدكتور و2 و3 وعامل اشاعات وعامل اشاعات ياما، بس هو بقى ماشي بندي له حجر مسكنات مسكنات. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا رب. مفصل حوض، ربنا يبارك لك. الف سلام. الف سلام. الف سلام يا حاج. وانا عندي هي عليها نزيف نزيفه او دي عليها مي. الف سلام. كل ما نكشف يقول يا حاجه انت تعملي عمليه، اعملي عمليه، واحنا غلابه ما عندناش حد. قال لنا وهو عيالي كل واحد قاعد لوحده، معايا 2 صبيان و4 بنات، البنات متجوزين والصبيان كل واحد قاعد لوحده. يعني واحد قاعد جوا مني كده اهو والتاني بره مني، بس احنا قاعدين احنا لوحدنا. احنا ما بيساعدوش بحاجه خالص. يعني بيساعدنيش اما نقول له مثلا عايز علاج دي الزهق دي، يقول مثلا يوم ما هنجيب لك يوم 2 يجيب لي، عطاني ما عطانيش. هو دي اللي بيقولوه معاهم، كل واحد معاه عيلين، معاه 3. يعني ابن دي معاه 2 ودي معاه ودكم معاه 3. ربنا يا رب. كان معه واحد كبير ومات، توفاه الله. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. والشيخ احمد الله يبارك له. هي عشان هي اللي بتخدمني يعني. الشيخ احمد الله يبارك له والله، الاستاذ احمد. هي اللي بتخدمني وهي اللي شايلاني وهي اللي عامله لي كل حاجه. عايزه بس عمليه في عيني نعملها. انا ما عنديش فيه. هو اقول لك انا قاعد ماليش دعوه، انا مش مشكله، انت بتجيب لي الحاجه. مش عارفه بس ربنا يديم الود ما بينك. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا رب ويبارك. والعمليه ديت ربنا يكرمك يا رب. العمليه دي حاجه فين؟ والله ما نعرف كام، بس هو قال الاشعه ب 800، بس العمليه ما حددهاش، ما حددش، ما قالش مثلا الاشعه العمليه دي بكام. انت ما بتشوفيش دلوقتي حاجه كويس؟ لا دي بنشوفش بيه. دي بسيط بنشوف بيه، بنشوفها بسيط، دي بنشوفها بنشوفش بقى خالص. بالسكر عمين مين. الف سلام عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. سكر وضغط. ايوه عند السكر عند الضغط، بناخد على السكر وعلى الضغط انسولين، بناخد انسولين هنا في دراعي. الف سلام. وفركي هنا وفركي. ربنا يشفيك ويعافيك. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لكم في بعض. ربنا يجعلكم وفاعل لبعض يا رب. ربنا يديكم ورضيكم. جميل منك يا حاج ان انت مش فارق معاك حاجه غير ان الحاجه ام احمد هي اللي تقوم بالسكر. لا ما انا ما انا هو يعني امال هو يطلع يجيب لي رزق يجيب لي حاجه خير من عند ربنا. وهي اللي بتخدمني وهي اللي مش عيلاني. ربنا يحميها لك يا رب. هو بياخد من الحقن دي بيسكن معاه الالم شويه للعظم، الحقن دي وبياخد حقن فلترين كده بيسكن معاه الوجع، يعني يمكن في الليل بيعيط منها بيعيط. نقول له انا هنعمل لك ايه؟ العملية غالي، أنا ما بنقدرش. ما هنجيب منين؟ كام عملية تغيير المفصل يا حاجة؟ قالوا لك تتكلف كام؟ قالت تتكلف كام العملية؟ والله ما قالونا. الرشدة أهي لو نعرف، والعلاج والإشاعات أهي. جيبها لك تشوفها؟ لا يا حاجة أنا بسمع منك، بطمن عليكي مش أكتر. والله لو أنت عايز تشوفها شوفها. ربنا يخليك. طب إحنا جايين وعارفين إن الظروف صعبة وجينا نطمن عليك ونقول كل سنة وأنت طيبين. كل سنة وأنت طيب. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يجعلكم في الخير، يا رب يجعلكم في ميزان حسناتكم. ربنا يجعلكم دايما مع بعض. الله يخليك. يحميكم كده ويبارك لكم في بعض يا رب. يعني احنا يعني املنا كده ان احنا نسيب ابتسامه حلوه على وشكم. ربنا يبارك لك يا اخويا. ربنا يبارك لك. يعني دي ربنا حاجه بسيطه. ربنا يبارك لك يا رب. عقد الامل مفترج. رب يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. يبارك لك. دي حاجه بسيطه من الجمعيه، يا رب تقدر تساعد في العلاج بسيط، وباذن الله رب باذن الله يعني ربنا ما يحرمنا منك. اهل الخير هيساعدوا اكتر، وهتعمل العمليه يا حاج وتقوم بالف سلامه. ربنا ما يحرمنا منك يا رب. يحرمنا منكم ابد. ربنا يجعلكم في الخير ويجعله في ميزان حسناتكم. ربنا يخليك. رب يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. على راسنا يا رب. يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. ورمضان كريم بقى، فاحنا كنا حابين يعني كل سنه وانتم طيبين. ليكوا كل سنه وانتم طيبين. رمضان تفتكرونا بيه.
كل سنه وانتم طيبين. حضراتكم يا رب تجعلكم في ميزان حسناتكم، يا رب تجعلكم في الخير يا رب. ربنا يعزك، رب يجعلكم في الخير يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين وبصحه وسلامه يا رب. يا رب يبارك لك، يا رب يبارك لك انت وهو كلكم، يبارك لكم يا رب. عجل النهار ربنا يخليك، يجعل حاجه عليكم شهر مفترج عليكم يا رب. تبقى بحاجة حاجة تسلم على إذنكم، مع السلامة. سلامي العيلة مع اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. مش قلتلكم أهي فرحتي بفرحة أم أحمد وجوزها، فرحة ما تتوصفش، وربنا يجعلنا دايما سبب في فرح الغير. وما تنسوش بدعمكم ومساهمتكم معانا في مؤسسة سقيا الماء، هنعيش كل محتاج لحظة فرح. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا. بس انت مد ايديك غيرك او مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. شفنا معاكم لحظة من لحظات الفرح، بس اللحظة دي خلت عندنا إحساس، إحساس بالمسؤولية. وأنا ودكتور صلاح بنتكلم، قال لي جملة مهمة جدا، الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين ده طريق من طرق عبادة الله عز وجل. خلينا نسمع من دكتورنا دكتور صلاح الشوالي. ربنا يكرمك يا أستاذ تامر ويرضى عنك يا رب، واستخدمنا دايما في الخير كده مع بعض يا رب. أمين. ودايما كده نكون سبب لإسعاد الناس ونخلي الفرح على قلوب الناس. دايما يا رب. فكرة إن ربنا لما يكرمك وينعم عليك بنعمة فتساعد غيرك إن النعمة دي توصل له، دي عبادة عظيمة جدا لرب العالمين سبحانه جل وتعالى. الله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إحنا غرقانين يا أستاذ تامر في نعم رب العالمين سبحانه، ونعم ربنا مغرقانا، مهما قعدنا نحاول نشكر النعم دي مش هنقدر، لن نستطيع شكر نعم رب العالمين سبحانه جل وتعالى. بس ربنا قال لنا في القرآن في آية واضحة صريحة بيقول لنا فيها لئن شكرتم لأزيدنكم. النعم اللي عندكم دي لو أديتوا الشكر بتاعها سأزيدكم أضعاف أضعاف من هذه النعم. طب شكر النعمة بيكون إزاي؟ شكر النعمة بيكون إن أنا أقول له شكرا يا رب، شكرا يا رب إنك أكرمتني بالصحة، شكرا يا رب إنك أكرمتني بزوجة كويسة، شكرا يا رب إنك أنعمت علي بأولاد، شكرا يا رب إنك رزقتني مال، إنك جعلتني يا رب مش محتاج حد وإيدي مش ممدودة لحد، شكرا يا رب على كل ده. الشكر باللسان ده أول حاجة، اعتراف بالنعمة، اعتراف بفضل الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، كل الخير ده منه سبحانه وجل وتعالى، كل النعم اللي احنا فيها من رب العالمين. وما بكم من نعمة فمن الله. فشكر باللسان شكرا يا رب، واعتراف بقى بالفعل. على الواقع بالفعل. يعني دكتور صلاح حضرتك شايف ان احنا لما نكون في حالة حمد وربنا يكون رزق برزق ورزق كبير، لابد ان انا اشكر بفعل، ان انا اتصدق، ان انا اروح بجزء من رزقي ده اللي كل مره ربنا بيرزقني بيه اتصدق بيه، اساعد غيري او اشكر النعمه دي ان انا اجود بيها على من حرم من هذه النعمه. اصل يا استاذ تامر ربنا جعلنا في الحياه كده مكملين لبعض، كلنا بنكمل بعض. وسيدنا وحبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام يبين لنا ده، ان المؤمن كالبنيان المرصوص، زي المبنى كده، المبنى طالع كله بيكمل بعضه، صح. القواعد وبعدين مش عارف الأعمدة وبعدين الطوب، المبنى كل لا يتجزأ، كل حاجة مكملة التانية، وبعدين يجي السقف. فسيدنا النبي بيشبه لنا المسلمين كده بالظبط، انهم عاملين زي البنيان المرصوص. سيدنا النبي قال لنا كده يشد بعضه بعضا، مقويين بعض، صح. مساعدين بعض، بنعيم بعض. أصل الحياة صعبة، ولو كل واحد واجه الحياه لوحده، صح. هيتعب جدا. كل واحد ربنا يرزقه او يفكر في حاله او يفكر في قوته اليومي، مثالي كده كل الناس هتكون بتحارب في بعض مش بتساعد بعض. اللي احنا بنحاول نعمله النهارده ان احنا بنبعت رساله طمانينه، رساله امان، ان احنا كلنا كمسلمين ان شاء الله بنعين بعض، وكلنا كمصريين بنعمل خير بفضل الله وبنسعى للخير وبنعين محتاج. النهارده لما ننزل يعني ربما تكون كرتونه رمضان 200 جنيه مصاريف يومية عند البعض، أو ربما مبلغ بسيط بالنسبة للبعض، لكن للأسر اللي احنا بنروح لها وبنخبط عليهم الكرتونة دي بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا. وصلة المية اللي تمنها 3000 جنيه مع مؤسسة سقيا الماء بتمثل للأسرة حياة. ورب العباد يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله عليك يا دكتور صالح. ربنا فعلا احنا كمسلمين لابد ان احنا نقف في ظهر بعض، مش بالكلمه الحلوه ولا بالفعل الحلو، لا بالصدقه. والصدقه
هتجوز على المحتاج، والمحتاج بيكون قريب قبل ما يكون بعيد. نورتنا يا دكتور صالح وبشكرك على كلامك الحلو. الله يحفظك. الله يكرمك. خلي ده في بالك، لحظه الفرح هي ناتج الاساس ان احنا نكون واقفين في ظهر بعض، ده جزء من ديننا. بكره وحلقه جديده ولحظه فرح جديده.